هاكل ايه ولا هاكل ايه مش عارف. انت عايز تبطل اكل؟ مش عارف ابطل اكل ليه. الاكل طعمه حلو قوي. هاكل ايه ولا ايه؟ مش بعنا ومش هزبنا. الطعميه خلصت وهجيب تاني. الفول خلص وهجيب تاني. شبعت وبتاكل الف بص مصر. حتى العيش بتاكل حاله. نعمل ايه بقى؟ انا مش قادر بطني بص عامله ازاي مش قادر. طب انت جاي من الضرب الاحمر. انا جاي من الضرب الاحمر للاسف. ما انت عندك عتاوله بتوعك في الضرب الاحمر يا عم سعد. انت على قديمه محدش يقدر ينسى قديمه. يعني بص الدور يا باشا. انت جاي منين بقى؟ من قطر يا باشا. من قطر. هو في حد بياكل الفول معلقه؟ غيرك انت خليت الناس بتدلع الفول. بتدلع الفول بيعملوا ايه بقى؟ بيدلعوا. عجبك الطعم؟ ها لا طعم ان شاء الله ممتاز يعني خاصه طعمه وريحه ولون. والله المصح القشطه ممتاز. بص 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 عم سعد بص شفت الطعميه تتاكل حاف. طعميه تتاكل حاف. طعميه انت مقتنع كباب. انت مقتنع بده؟ ده كباب. ده كباب. لو كنتش مقتنع يبقى كنتش كلمت. اقول لك حاجه الطعميه دي عصرها مش هتلاقي منها زيت زي بقى المطاعم الثانيه. الطعم عجبك؟ الطعم والله ممتاز الامانه. والله انا جاي ترى مخصوص عشانك يعني. على راسي حبيبي. الله يخليك. لما تشوف عمنا ده اللي بقول لك انا شويه يا عم بقى. ارحمك ليه بقى؟ ارحمني يا باشا. ده انا هاخد نفسي. حرام عليك والله. والله حرام عليك اللي بتعمله في الناس ده ادمان. ولو هاكل انت كده ادمان المفروض تتحبس. يحبسوك عشان خوفا على كروش الناس. كروش الناس رايح في داهيه وكده حرام.